عايزين نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ان احنا النهارده ان شاء الله مركزين عليه بشكل كبير. قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيضم طبعا الكابتن خالد بيبو رئيس للقطاع، والسنه دي في شكل جديد. ولكن قبل ما نتكلم اكتر عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما النادي الاهلي معودنا اجيال بتسلم بعض، ادارات بتسلم بعض، وايضا رؤساء قطاع الناشئين بيسلموا بعض. كل التحيه لكل المدربين السابقين في قطاع الناشئين. نختص بالتحيه كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي اشتغل باخلاص. كابتن فتحي مبروك ابن بار ومخلص من ابناء النادي الاهلي. ايضا نائب رئيس قطاع الناشئين الكابتن هشام حنفي، كل التحيه وكل الشكر للكابتن ايضا هشام حنفي. ايضا كل المدربين الذين لم يحالفهم الحظ في اختيار الجديد في تشكيل قطاع الناشئين. هقول الاسماء كلها: كابتن احمد سراج، كابتن احمد سمير بيبو، الكابتن مدحت طه اسماعيل، كابتن محمد سعد، كابتن تامر حفني، كابتن هشام حنفي قلناه نائب رئيس قطاع الناشئين، والكابتن جمال السيد، كابتن محمد سعد الصغير، كابتن احمد جمال، الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، كابتن عصام صلاح. انا حابب اقول كل الاسماء علشان ده اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي، لما حد بيشتغل وبيخلص، وكل المدربين دول اشتغلوا واخلصوا. النهارده لو هما مش موجودين في ناس بتكمل المسيره بتاعتهم.